تسببت إعلامية عراقية مشهورة في إنهاء مستقبل طيار عراقي وإيقافه عن العمل بعد ظهورها تجلس بجانبه في قمرة القيادة وهو يلاطفها منشغلا عن عمل ما قد يعرض جميع الركاب لخطر الموت. وفي هذا السياق أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق إيقاف طيار عن العمل بعد سماحه الإعلامي بالدخول لقمرة القيادة. سلطة الطيران المدني ذكرت في بيان صحفي أوقف قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي أحد طيارين الذي يعمل في إحدى النواقل الوطنية العراقية بسبب السماح لإحدى الإعلاميات بالدخول إلى قمرة القيادة أثناء الطيران، وأضافت موضحة أنه بعد انتشار مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولما شكله من خرق لقوانين الطيران المدني الذي يمنع هكذا حالات تعرض حياة المسافرين للخطر ولعدم تكرار هذا الفعل السلبي على واقع الطيران المدني في العراق، فإن السلطة أصدرت قرارا بإيقاف الطيار إلى إشعار آخر. هذا وتم فتح تحقيق أولي مع الطيار في قسم السلامة الجوية بحسب سلطة الطيران المدني في العراق.